بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو قرار الدخول للأراضي الكويتية، تعرف أنت الكويت بلد جانب معروف بأنه راح يقصرون من هذا الجانب إلى ما شافوه بطولة الخليج. إذا ما رجعوا قبل سنة ونص أو أكثر الأحداث صارت بالبصرة، ما أتصور بأنه راح يكونوا المقصرين بهالجانب. بس تعرف بأنه هي هاي مسألة مو تابعة اتحاد كرة القدم بقدر ما تابعة حكومات وزارة الداخلية. أتصور بأنه حكومتنا وحكومة الكويت أدهم العقل الراجح والتعاون اللي راح يسهل كل أمور دخول جمهورنا وبنفس الوقت جمهورهم الأرض البصرة. نتمنى التوفيق للطرفين بدخول جمهورنا لأرض الكويت، مو مثل ما صارت قبل أكثر من 4-5 سنوات للملعب، من الملعب الباصات مع وجبة الطعام بالملعب بعدين غادروا الكويت. نتمنى بأنه يشوفون الثقافة بالكويت، يعني شنو يصير إذا دخل الجمهور العراقي أرض الكويت ودخل الجمهور الكويتي لأرض العراق؟ ما صار شيء. وبنفس الوقت تربطنا صلة رحم ونسابة وعلاقة بالأخوان الكويتين. أتمنى بأنه لا يروحون للأعوام السابقة البعيدة، ينظرون للعراق الحاليين، ينظرون للعراق المستقبل، ينظرون للعراق الجار. نتمنى التوفيق لمنتخبنا سواء بأرضنا بجذع النخلة أو بأرض الكويت. المنافسات بشكل عام هي لا تبدأ يعني مستوى 90 دقيقة، المنافسات تبدأ من أول يوم القرعة. هذه المنافسات تكون مو داخل مستطيل الأخضر، منافسات بين الجمهور كل ما يقترب الموعد، وهكذا احنا كل ما نقترب الموعد تلقى لك اشياء اخرى تظهر في تطفو بالمشادات بين الجمهور، الشد والجذب. ايضا موضوع يعني يستخدمون الفرق، هي بشكل عام المنتخبات تستخدم يعني امور ضغط على بحيث تحاول تاثر على نفسيه الفرق الاخرى. من ضمن هذه تلقى الفيزا او كذا، يعني او حضور الجماهير. حضور الجماهير مرتبط بموضوع حكومي يعني اول واخر. ثانيا حضور الجمهور العراقي هو مو بس بهذا العدد، انا اعتقد اكو هو جمهور عراقي ايضا موجود داخل الكويت، يعني هو مو موجود يعني راح يسافر الى هناك، اكو جمهور عراقي يعني من الجالية العراقية موجودين. انا اعتقد تاثير الجمهور يعني الى وقع يعني. شوف يا بعض هواي الامور سببها ضعف السلطه في العراق، يعني ما اصحاب قرار، حتى جوازنا وين ما تطلع برا ما حد يعطيهم جوازك. هذا هي منتوجه لضعف، مفكرين بس بالعراق، ما مفكرين بغير شيء، لا علاقاتهم السياسيه ولا تطلعاتهم الى المستقبل. محصوره هنا، محصورين مجرد بناء مولات وش اسمه واسواق، هاي كش ما عندنا بالعراق. العلم متهدم، التدريس فشل بالعراق، يعني يوصل مهندس وما عنده يقدر يسوي تجربه الكترونيه. ما تشوف اسباب انه الفيزا الان متاخره من دوله اي بسبب الدوله ضعيفه. الدوله اذا ما تاخذ قرار، حتى لو هاي عامل بالمثل، احنا مو مجرد قال المحافظ، لا ما يدخلون لي ما ادخل الفريق، اما اقول لهم 200 يجي 200. ان شاء الله ماكو تاخير، ان شاء الله الكويت ان شاء الله يوافقون، ان شاء الله والجمهور العراقي اللي يدخل الكويت 5000 ان شاء الله، بس يراد لها شويه صبر ان شاء الله. واذا ما خلوا يعني الجمهور العراقي يدخل الكويت، ها احنا ما نخلي الجمهور الكويتي يدخل. حصه الجمهور بكل تصفيات للمنتخب المضيف 5000 عدد ثابت، بس بدت حججهم من 200 بعدين بالجواز الالكتروني، وكانما هم ما يريدوك تجي، يعني خايفين من الجمهور يردون يأثرون على المنتخب بحيث ياخذ حصل نقاط او نقطه على الاقل من المنتخب، بما انه منتخب راح يصير حصال للمجموعه كلها. شفناه بالتصفيات الاوليه فريق منتهي صعد بصعوبه لما الخطا التحكيمي مال قطر ضد افغانستان وما يصعد المنتخب. فهاي سوالف دائما احنا نعاني منها بكاس الخليج، التاثير الاعلامي على المنتخب دائما وين منتخبنا بالخصوص. لكن ان شاء الله ماخذين 3 نقاط سواء راح الجمهور او ما راح.